المتابعة الفلسفي. مؤخرا تم توقيع الاتفاقية ما بين الجمعية المغربية للتنظيم الأسري وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الوطنية للعدول. هذه الاتفاقية هذه الهدف منها هو التأهيل ديال المقبلين على الزواج. فهذا علاش اليوم نناقش هذا الموضوع مع السيد حسن رقيق بصفته رئيس لجنة الوساطة الأسرية لدى المركز المغربي للوساطة والتحكيم ومحاضر في نفس الوقت في الوساطة والإرشاد الأسري. أهلا بك سي حسن. مرحبا. مرحبا سي حسن. أولا نبغي نعرفوا قراءتك لهذه الاتفاقية اللي تم الإبرام ديال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لكم الشكر الجزيل جريدة أنفاس الإلكترونية والقيمين عليها. هذه الاتفاقية اللي هي كانت مبرمة ما بين الهيئة ديال العدول وشي جمعية تعنى بتنظيم الأسرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. نعم، طبيعة الحال الاتفاقية كتكلم على مسألة ديال التأهيل المقبلين على الزواج. من حيث الفكرة لا يمكن إلا أن نسميناها، حنا هادشي كنشتغلوا عليه منذ ما يربو على 20 سنة. تحفظ، يعني تحفظ في الواقع فقط بالنسبة أولا الغياب ديال الوزارة الوصية اللي هي وزارة الأسرة، قالت لي ما حاضرش بشكل كبير، ما حاضرش نهائيا في الاتفاقية حسب ما هو واضح. ثانيا بالنسبة للأهداف اللي هي مسطرة على قيمتها بطبيعة الحال، ولكن ماشي هي التأهيل، ماشي تأهلنا المقبلين على الزواج. مثلا الصحة الإنجابية، نعم مهمة ولكن محور من بين المحاور. تنظيم الأسرة كذلك. التربية الجنسية، هذه محاور ما نعطيوهاش أكثر من الحجم ديالها، لكن التأهيل هذا شيء آخر. هذا من جهة. من جهة ثانية ما يمكنش يكونوا منطقيا، ما يمكنش يكون التأهيل ديال المقبلين على الزواج ومغيبين التمكين الاقتصادي والاجتماعي. شكونوا منطقيين، لان حنا كنعيشوا ازمه عالميه الان، المغرب راه يعاني منها كذلك. فبالتالي ما بغيناش نطيحوا في كيفاش يقولوا المغاربه اش خصك العريان خصني خاتمه مولاي. وللذكر الجانب الاقتصادي، فاحنا انطلاقا من تصريح ديال الوزير العدل عبد اللطيف وهبي، فمن بعد ما صح الرحب ان كاين واحد التنامي في نسبه الطلاق، ناقشنا الموضوع مع مجموعه من المختصين واكدوا لنا ان الجانب الاقتصادي كيلعب واحد الدور كبير في التنامي ديال هذه النسبه، وهادشي اللي كتاكدوا دابا انطلاقا من الجواب ديالك. لا بالفعل هو حاضر جدا، ما يمكن الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي حاضر. لان كاين مشكل السكن، كاين مشكل ديال فرص الشغل، توفر هذه ويفتح الله من بعد. طيب هذا ما كيعنيش انه هذه المقاربه ديال التاهيل هي مقاربه مهمه جدا. اولا بعد ممكن نجيو في الحوار نتكلموا على شنو كنعطيو لهاد الناس اللي هما مبغيين على الزواج، شنو كنعطيهم. هذه واحد من جهه. من جهه ثانيه من شانه انه يخفف من نسبه الطلاق، حتى الا ما خففش من نسبه الطلاق على الاقل حتى الا كان طلاق، وهذا اللي كنتكلموا عليه، يكون طلاق كيف تنقولوا بحلاوته، كيف تنقولوا تلاقينا خوت نتفرقوا خوت، على الاقل يكون واحد الطلاق امن، ما يكونش طلاق ديال الضجيج والفوضى والعداوه وما الى ذلك. الوقت لا يسمح باش نشرحوا هذه المسائل كامله. فبالنسبه لك ملي كنقولوا اتفاقيه غادي تتروم في البنود ديالها باش انها تكون مقبلين على الزواج وخاصه الشباب، فكيفاش غيتم تنفيذ ديال هذه الاتفاقيه؟ يعني كيفاش التكوين، كيفاش غادي نقدروا اننا نبلغوه، يعني كيفاش نقدروا نكونوهم؟ هذا السؤال اظن اللي غي احسن من يجاوب عليه هما الناس على الاتفاقيه، فهمتيني، اما الهيئه ديال العدول او الشريك الاخر اللي هو الجمعيه الى اخره. اما بالنسبه للتكوين اللي كنعملوا حنايا في القطاع الخاص اللي تيصل لي الامر بطبيعه الحال، عندنا برنامج بطبيعه الحال، كنقولوا برنامج انه برنامج ينحو منحى الشموليه متكامل الى حد ما، ما فيش هذه المحاور فقط، هذا من بين المحاور، والا فهو برنامج شمولي. كنبداو اولا معايير ومراحل اختيار الشريك، سواء الراجل كيفاش يختار المرأة ولا المرأة تختار الراجل ديالها. كنمشيو نتقدموا للخطبة، نتقدموا لعقد القران، نتقدموا للترتيبات الأولى، الليلة الأولى للزفاف كذلك نتكلموا فيها بتفصيل، الفقه المعاشرة، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي، الميزانية كيف تدبر ديال الأسرة، المجال العاطفي، العلاقات الحميمية، المعرفة نعرفوا بعدا كيف تيسميوه الفروق بين الجنسين، زين شكون راجل شكون المرأة، لأن مشاكل كثيرة وقع بهذا السبب هذا.
وملي كنقولوا عاود عندنا هذا البرنامج اللي هو شامل ومتكامل، كاين امور اخرى في الصحه كذلك، الصحه العامه والصحه الخاصه، معنى انه راه عندنا كنخدموا على فريق عمل. فريق عمل راه فيه الناس ديال الجانب الشرعي مثلا، بطبيعه الحال انه امور هذه، علاش؟ لان هذا الموضوع ديال الزواج كيتقاطع فيه ما هو شرعي سوسيولوجي قانوني وما الى ذلك. كاين فيه ناس القانون، فيه الناس ديال الكوتشينغ، فيه الناس ديال علم الاجتماع وهكذا دوالك، يعني واحد التكوين اللي هو نحاولوا يكون انه شامل باش يعطينا واحد الرجل ومراه في واحد المستوى، نعطيهم كذلك من بين الامور اللي كناكدوا عليها هو تدبير الضغوطات، خاصه في هذا الزمان ديالنا الان. كيفاش ديك الضغوطات اليوميه كيفاش يستوعبها ويتشربها الرجل وتشربها المراه، ويحاولوا يدبروها بواحد التدبير اللي ما يؤديش الى انفصام العلاقه، بل قد يؤدي الى توثيق العلاقه بين الرجل والمراه. وشنو ممكن انه يعيق يعني توفر كاع هاد الشروط اللي قلتي انت؟ شنو ممكن انه يخلينا اننا ما نلتزموش بهاد البنود ديال الاتفاقيه مني غيتم التفعيل ديالها؟ لان كنرجع للكلام الاول، وهذا شرط اساسي، هو انه ضروري من مواكبه الشيء كامل بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي. انا كنقولوا كناكد عليها، لا يعقل، لا يعقل. تعرفوا الان بانه من بين الاسباب تاع الطلاق، راه شرطي لها في طيات الكلام ديالك، هو انه الجانب الاقتصادي حاضر. راه ملي كندخلوا خلي الكلام قبل الزواج والرومانسيه والى اخره، هذا كلام وحده، ولكن ملي كندخلوا لغمار الحياه الزوجيه والاحتكاك اليومي، لان شنو هو الزواج؟ هو يومي، كنعيشوا يوميا، راه تماش كتبان المشاكل. واغلب المشاكل اللي كاينه كيسالي العرس كنخلصوا الكريديات، كيوقفوا عليك البنكه، كتوقف عليك دارت ولا القرعه الى اخره، كيولي واحد الضغوطات داخل البيت ما بين الرجل ومراته. الا ما لقاوش باش يدبروا امورهم، راه كنعرفوا الان اكثر الاعداد ديال الطلاق هما الناس اللي هما عاد تزوجوا، راه كاين اللي سيمانه كيطلق، كاين اللي النهار ديال العرس ديالو طلق، وهذه حالات كثيره جدا. وبالنسبه لكم نتوما واش كتقوموا يعني كنتو سباقين لهذا الشيء كي على انطلاقا من داك الشيء اللي قلتي، كنتو سباقين انكم ديروا هذه الخطوه قبل من ما يتم الابرام ديال هذه الاتفاقيه؟ فكيفاش كنتو شنو هي الحويجات اللي كنتو كديروها باش تخفوا من يعني المشاكل اللي ممكن انها تحصل بالازواج، باش تعاونوا هاد المقبلين على الزواج؟ اللي كنركزوا عليه كما تمت الاشاره هو كنعطيهم المهارات والتقنيات ديال التعامل اليومي الراجل مراته ومال راجلها والوالدين لوليداتهم، ما يسمى فقه المعاشره، هذه واحد. ثانيا كنركزوا بشكل كبير جدا على تنميه التواصل، كيفاش يكون التواصل ايجابي. وما يمكنش يكون التواصل ايجابي لما فهمش الاخر. في التواصل الان في العلاقات العامه، الا ما فهمش المخاطب شكون هو، كيفاش كيفهموا نفسيته وعقليته وما الى ذلك، راه صعيب نصيغ خطاب اللي غادي يفهمني ونفهمه. فما بالك انت يا داخل البيت الزوجيه، راجل مع مرته ومرا مع راجلها. ثالثا وهذا كناكد عليه بشكل كبير جدا، هو هذيك الضغوطات، حيت حنا بغينا ولا كرهنا كاينه ضغوطات، شيء طبيعي. كيف هذيك الضغوطات نحولوها لطاقه ايجابيه عوض انها تشربنا وتولي طاقه سلبيه وكتؤدي المشاكل لا بيناتنا حنا كزوجين ككوبل او لا تاثيرها على الوليدات. هذا من جهه. ثم كذلك كنحاولوا ما امكن كيف تنقولوا نديروا الميزان. فاش نديروا الميزان؟ ما بين الانساق اللي كاينه الان. كاين واحد النسق اسري قديم، كنقولوا قديم ماشي معناه بالي، لا، عنده مرجع، عنده عقليته، عنده طقوس ديالو معينه. وكاين واحد النسق دابا جديد مع هذا السوشيال ميديا وما الى ذلك، يعني اثر بشكل كبير في اطار هذا انتاج القيم وتنميط القيم وتنميط قواعد السلوك الاجتماعي. فبالتالي حنا كندخلوا باش كنحاولوا نديروا الميزان، باش هاد الاسر الجديده ما يبقاش واحد القطيعه مع النسق الاسري العائلي الممتد، وتبقى العلاقه اللي هي بشكل غادا بواحد الشكل اللي هو ما يؤديش الى اضطرابات وما الى ذلك. فملي كندويو على هاد المشاكل اللي كتحيط بالاسره او لا بهاد المؤسسه ديال الاسره، فكتشوف ان مجموعه من الامور كتكون متعلقه بالصحه النفسيه لهذوك الازواج. فشرتي لها انت في الهضره ديالك قلتي بان كنركزوا على بان الجانب النفسي ديالهم كيفاش يتعاملوا، ولكن احنا دابا مطالبين قبل من اي واحد ما يقبل على الخطوه ديال الزواج، مطالب واحد يعني مجموعه من الوثائق اللي كتاكد السلامه ديالو الصحيه، ولكن هاد الوثائق ما كتشملش
الجانب النفسي. نعم. فبالنسبة لك انت كمختص في الجانب وانطلاقا من الكتابات الكثيرة اللي كتبتي على هاد الامور اللي عندها علاقة بالاسرة والارشاد الاسري، فواش كتشوف ان من الضروري اننا نركزوا على هاد الجانب ديال انه يشمل صحيح. التغطية يعني تشمل الجانب النفسي. صحيح صحيح. عند الصحة عندها جوج ديال الشقين، كاين الصحة العضوية وهذه اللي هي الآن معتمدة في الوثائق، عندها ما كافياش، صحيح راه صحيح صحيحة، ولكن واش كاينة الصحة النفسية؟ واش كاينة الصحة العقلية؟ أنا مع من يقول بهذا أنه قبل، وهذه كذلك ضمن البرنامج اللي عندنا في التأهيل، هو أنا ضروري يخضع الجلسات مع ماشي طبيب نفساني، ممكن الطبيب كيكون بعد ما يكون المشكل، بعد ما يكون المرض، حنا باقي ماشي ما كاينش المرض، نقولوا ما كاينش المرض، نقولوا اخصائي نفسي او يكون مدرب تنمية ذاتية. وحتى في حالتي إذا كان طبيب نفسي فهذا ما كيمنعش، يعني الطبيب النفسي ماشي عيب، وإنما هو واحد الشخص اللي غادي يساعده أنه يحل بعض المشاكل اللي كتكون إما ناتجة على تراكمات ديال سنوات جاية من الطفولة، يعني هذا ما كيعيبش هذاك الزوجة ولا هذيك الزوجة. لا بالعكس، حنا عندنا دابا غير خلفية مريضة بين قوسين، أن أي واحد مش طبيب نفساني فهو أحمق، هذا خطأ فادح. شكون هو الطبيب النفساني؟ الآن طبيعة الحال لأن كاين أمور مستجدات إلى آخره اضطرت أنه يكون تخصص، أما هادشي راه كان يقوم به با ومي وجدي وجدة وجاري، الناس اللي ما عندهم الحكمة وعندهم كذا كيعرفوا يضبطوا هاد الأمور، ولكن الآن أصبح تخصصات، فإذا لا ضير أنه يكون كذلك بين نطالب وثيقة من الوثائق هي سلامة الصحة العقلية والنفسية، هذا شيء أساسي. بل أكثر من ذلك طالبنا وغير مرة أنه لما لا انه دار دورات، ومن بعد الناس اللي خدعوا الدورات تكون واحد رخصه كنسميوها رخصه السياقه الاسريه، فاذا كانت رخصه السياقه ديال السياره وما الى ذلك لابد منها، فما بالك بسياقه اسره، لا سواء بالنسبه للذكر او الانثى. فبالاخير بغينا نوقفوا على واحد عدد من المصطلحات، فهي كتبان في الظاهر ديالها انها كتعني متشابهه او لا كتمشي في نفس الاتجاه اللي هي الارشاد والوساطه والاستشاره، فبغيناك تعرفنا فين كتلاقى هاد المصطلحات وفين كتفرق. بالفعل الجهاز المفاهيمي هو ضروري في اي قبل اي عمل، تيخص يكون الامور مضبوطه مفاهيميا. كاين اللي كيبقى عليه خلط مستشار اسري مرشد اسري وسيط اسري، لا كاين شي حاجه كتجمع وشي حاجه كتفرق، اللي كيجمع هو ان كلهم كيسعوا الى ضبط هذه الاسره هذه وتنشئه اللي هي سليمه باش تؤدي الى مجتمع سليم واستقرار وامن مجتمعي، هذا ما يجمع طبيعه الحال. الاختلاف فين كاين؟ هو ان ملي كنقولوا استشاره كسائر الاستشاره القانونيه وما الى ذلك، نبقاو حنا في الاسريه، هو ان الاستشاره كتمشي كتاخذ استشاره مع المستشار كيعطيها لك، ملي كيعطيك الاستشاره كيبقى ديك الساعه الامر موكول اليك، طبقها ما كتكونش المتابعه ديالو هو، اذا كيكون الدور ديالو سالا ملي كيعطيك الاستشاره ديالو. هذه الاستشاره بالنسبه للارشاد زيد شويه، كيعطيك كيجلس معك كيعرف المشكل فين عندك، كيعرف مكامن الخلل فين كاين، كيعطيك واحد كنسميه واحد البرنامج ديال تعديل السلوك، ملي كيعطيك البرنامج ديال تعديل السلوك يكون هو ملزم انه يتبع معك ما يسمى بالمتابعه والتتبع، وانت كتكون ملزم باتباع هذاك الشيء اللي كيقول لك، هذاك البرنامج اللي كيعطيك، قد يكون اسبوعيا قد يكون شهري وما الى ذلك، اذا الفرق هو بدا يبدو جليا. كنجيو للوساطه، الوساطه ممكن ان تكون وساطه قبليه، بحال دابا الشيء اللي كنعملوا الان في التاهيل نقدر نسميه وساطه قبليه، وسيط كيدخل ما بين كوبل معين كيحاول يوجههم، ولكن اللي هو مشهور اصطلاحا هو ان الوساطه كتكون بعد قيام النزاع. هنايا في كيبان الفرق ما بين الاستشاره والارشاد والوساطه، هو ان الوساطه كتدخل ملي كيوقع نزاع او شنآن او نشوز بالتعبير القراني، على اساس انه الوسيط لا يملي حلا، ما كيعطيكش هو الحل لانه هو ماشي قاضي ماشي محامي ماشي محكم، بل هو كيحاول ما امكن يجيري هذاك الحوار وذاك التفاوض بين طرفي النزاع، على اساس انه هما اللي كيخلصوا الى الحل، هما اللي كيقلبوا الحل، هما اللي كيلقاو هو كيساعدهم كيحاول ما امكن بتقنيات كيدربوا على كذلك في الدورات اللي كنعملوا لهم، ملي كيخرجوا الحل هما اللي كيخرجوه من عندهم وهما اللي يطبقوه ولا ما يطبقوش، هذا كيبقى امر موكول اليهم، هذا هو
باختصار شديد. شكرا بزاف سي حسن على هذا النقاش، كان نقاش بناء ما شاء الله. فنتمنوا اننا نكونوا قدمنا المعلومات كافيه وشرحنا المضامين او السياق اللي جات في هذه الاتفاقيه. فوصلنا لنهايه لقائنا اليوم مشاهدينا، على امل ان نتلقاكم في لقاء جديد ومع ضيف جديد ان شاء الله. السلام عليكم.